قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في مستدرك الحاكم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال يخرج في آخر أمتي المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطي المال صحاحا يعني يقسم المال بين الناس بالعدل بالسواء قال وتكثر الماشية وتعظم الأمة يعيش سبعا أو ثمانية يعني سبع أو ثمان سنين وفي حديث آخر أو تسع سنين.